طيب تعالى بقى ننتقل إلى حديث الشارع السياسي كله عن الإخوان، وناخد خبرين مرتبطين ببعض من الأهرام. الصفحة الأولى: انسحابات جديدة في الوفد، والإخوان يسيطرون على التحالف. والمصري اليوم: الإخوان، من الصفحة الأولى: الإخوان تتحدى هنبوظ الانتخابات إذا تعرض أحد مرشحينا للشطب. واعتقد ده تهديد، يعني ده تهديد برضو، ولا انا يعني متهيألي؟ هي خلينا بس نتفق انه قبل اي انتخابات بنشوف دايما تصريحات خارجه من القوى كثيره جدا. احنا شفنا تصريح مثلا للدكتور عادل عفيفي رئيس حزب الاصاله المحسوب على التيار السلفي، كان بيتحدث ان احنا كسلفيين احنا عددنا فوق الكام مليون، وان احنا هنترشح وان احنا فرصنا في الفوز قويه جدا، وشايفين بعض الاحزاب السلفيه بتتكلم ان احنا هنترشح على 99% من مقاعد البرلمان. شايفين 99%. الناحية التانية ده حصل بالفعل، وهذه التصريحات موجودة وذكرت في عدد من الصحف. شايفين بعد كده كمان الأحزاب المحسوبة على الصوفية بترد على السلفيين: انتوا عددكم لا يتعدى 2 مليون لكن احنا 15 مليون. يعني خلينا نتفق ان هذه التصريحات اللي بتصدر عن مختلف الأحزاب هي الحقيقة استعراض قوة، وان الموضوع أعتقد إن هي دعاية أكتر منها واقع. بالضبط، يعني يعني لان اللي هيحسم الموضوع في النهايه خالص هو صندوق الانتخابات، بالظبط. واللي هيحسم الموضوع في النهايه خالص تشكيل برلمان يعبر عن الثوره ويكون في اتجاه افضل من مما هو موجود. طب خلينا نقسمهم، نقول الأول انسحابات جديدة في في الوفد، حزب ده في رقم حزب واحد. الوفد في بعض الاعضاء الحزب في خصوصا في محافظه الدقهليه ابدوا ان هم هينسحبوا من الحزب، اعتراضا على مسألة واحدة فقط، وهي اللي هي أن الحزب هيرشح في قوائمه الانتخابية مجموعة من المحسوبين على الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات. والحقيقة ده أمر كان فيه مجموعة من قيادات الحزب الوفد في الفترة الأخيرة وبكثرة، ولكن هنشوف الفترة اللي جاية هتكشف عن إيه، وهل هيكون في مزيد من الانسحابات من حزب الوفد، خصوصا طب إحنا انت سمعنا أسماء كتيرة جدا بتنسحب في الفترة الأخيرة. ألا يخيفك مثلا الانتخابات لو اتعملت بنفس منطق انتخابات الجامعات كده ورجع فلول الحزب الوطني؟ ألا يخيفك ان ده يحصل في الانتخابات اللي هو جاية؟ بنسبة كبيرة اللي هيحسم المسألة الحقيقة في النهاية خالص هو الناخب، أن الناخب لا يجب أن يخضع إلى أي ابتزاز من أي نوع، كلنا لا بنراهن على نفس ابتزاز الرهان والله أعلم ايه اللي هيحصل. بالضبط، يعني لا يخضع لابتزاز المال ولا يخضع إلى ابتزاز الدين من أي نوع نتمنى، من لانه ده مستقبل بلدنا. خلينا طب نكمل الاخبار عشان احنا وقتنا قرب يخلص. النص الخبر الثاني: الاخوان يسيطرون على التحالف، والاخوان قوائم تتحدى. التحالف بتقول الديمقراطي، يعني احنا شايفين الكتله المصريه وهي تضم مجموعه من الاحزاب والتحالف الديمقراطي ايضا. التحالف الديمقراطي امبارح وصل حوالي 17 حزب، النهارده التحالف الديمقراطي بقى 10 احزاب، وفي كلام ان هم هيضموا احزاب جديده في الفتره اللي جايه. لسه حتى الان لم يتم عرض القوائم الخاصه بالتحالف الديمقراطي، وان كان الاخوان يسيطرون على 65% تقريبا من مقاعد التحالف الديمقراطي اللي هتنزل في الانتخابات. لو جينا للخبر الثاني وهو بالظبط مين بقى التحدي، مين اللي قال في الاخوان بيتحدوا وهنبوظ؟ احنا شفنا الحقيقه اهم حاجه حصلت، وهي ان المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنه العليا للانتخابات تحدث عن ان احنا هنستبعد اي شيء على اساس ديني، وخصوصا الشعارات اللي بتطرح، وده بيتكلم تحديدا على شعار جماعه الاخوان المسلمين وهو الاسلام الاسلام هو والحل. الحل، وهو كان في الفتره الماضيه وموجود وبشكل كبير جدا. فردا على هذا الامر قال عزت مصطفى، هو عضو في حزب الحريه والعداله الذراع السياسيه لحزب لجماعه الاخوان المسلمين، قال ان لو تم شطب اي من مرشحينا في الانتخابات فاحنا هنبوظ الانتخابات. هو قالها بهذا اللفظ والعهد على جريده المصري اليوم، وقال ان احنا هنلجا الى القضاء لابطال الانتخابات واعادتها في حاله شطب اي من المرشحين. طب يعني ألا يعتبر ده تهديد ويتم يعني القضاء على احنا أساسه، خلينا نتكلم في اطار ولا لو الدعايه، صدق ان هو زي ما يعني قال خلينا نتكلم بالظبط؟ في اطار انها دعايه ولكنها استعراض للقوى، وده موجود من كل القوى السياسيه تقريبا في الوقت الحالي، ولكن في النهايه خالص تنفيذ وتطبيق القانون هو اللي هيحسم هذا الامر. طيب عشان احنا وقتنا خلص، احنا ممكن نختار من الاخبار اللي احنا جايه سريعا خبر جدا نقراه حتى. احنا سريعا جدا المصري اليوم صفحه 3: كان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع تصرح واطلق بيان امس، قال في امس ده اللي هو الاول ده الخبر قال الاخير: فيه مصادر تفيد بان الكسب غير المشروع يمنع نجلاء مبارك من التصرف في 340 مليون دولار مجمده في سويسرا. هم حوالي كشفوا ان في تحقيقات جديده بتقول ان في مبلغ جديد موجود في سويسرا حوالي 2 مليار جنيه مصري، وايضا حاجه تتعلق ب
رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه، إن هو هرب في الفترة الأخيرة أو حول حوالي 24 مليار جنيه إلى سويسرا، وإن جاري تنفيذ بعض الإجراءات لتجميد هذه الأرصدة، وهو ده ما حدث بالفعل، ومنع نجلي مبارك علاء وجمال من التصرف في هذه الأموال المجمدة لحين اتخاذ إجراءات استعادتها. واخر حوارين، احنا موضوع البحث عن 25 متهم في محاوله اقتحام الاسم المرود اللي في عراق، كنا لسه بنتكلم عن مساله الامن. يجب يعني لا يصح ابدا ولا يليق بالدوله المصريه ان تفقد هيبتها وان تنتظر وزاره الداخليه بعض البلطجيه الى القيام. هنعرف هيجيبوهم، ولكن هنقول مره ثانيه ان لدينا قاعده بحث جنائي، هذا ما يقال، وان احنا عندنا كل ما يتعلق بالمسجلين خطر والبلطجيه، وبالتالي يجب ان نتخذ اجراءات استباقيه، لا ننتظر ان البلطجيه يهجموا على الاسام ولكن احنا اللي نهجم عليهم. نتمنى. واخر خبر ده من غير تعليق، الاربعاء القادم زي النهارده هتكون انتخابات، كان تم وقف الانتخابات بالقضاء الاداري، ولكن سوف يتم عقدها الاربعاء القادم 26 اكتوبر الانتخاب النقيب و12 عضو من اعضاء مجلس النقابه. استاذ محمد طلعت الهواري صحفي جريده المصري اليوم، نورتنا، ونتمنى نتقابل في ظروف افضل من كده ان شاء الله. مشاهدينا، دي كانت فقرة الصحافة، لكن هيكون معانا تقرير احتفل المجلس الأعلى للثقافة بمئوية الفنان المطرب والملحن الشيخ المنيلاوي. حضر الاحتفال حفيدة يوسف المنيلاوي والعديد من محبي فن الشيخ. نشوف التقرير ونرجع لتاني فقراتنا في مارك سعيد، تابعونا.